على المسؤولين ان يصوروا هذا العبث ودوافع احتياجيه من اهل ثمول ومدينه ثمول والغرف المجاوره لها لمواجهه النهب المسلح والغير مسلح من شرذمه من اللصوص والحراميه وقطع الطرق الذي يروع الناس الاهالي في ثمول وفي السوق، وكل انسان بيجي يخش السوق عشان يشتري حاجه بيجي انه هو يتسرق جيبه، والجهه الامنيه غايبه تماما، ما في مسؤول لا في امن ولا في اي حاجه، على المسؤولين مراعاة هذا الامر. السلام عليكم.